صينيه سمك مع الشبت وليمون وشطه جنبهم رز الصياديه. تعالوا نعملهم سوا ودي هتبقى غدوتنا النهارده. نبتدي مع عمل الرز. بجيب رز مصري بكون غسله سايبه متنشف وبصل متقطع رفيع جدا بحمره في زيت لغايه لما لونه يتغير ويبقى ذهبي او بني فاتح، بس ما احرقوش عشان هو ده اللي هيدي للرز طعم ولون. وبضيف عليه ميه، بكون ضايف الميه اللي هي الكميه اللي انا هستعملها عشان اسوي فيها الرز. يعني عندي كوبايتين ميه بحط عليهم كوبايتين رز، اتبله بملح وفلفل وبعدين احط عليه الرز واسيبه مطبوخه زي الرز العادي. مجرد ما بيغلي بغطي عليه النار واسيبه لغايه لما يستوي سوا كامل، واضيف عليه شويه بقدونس بس في الاخر قبل التقديم على اساس تبقى للتزيين وتديله طعم وشكل مختلف شويه. اما بالنسبه للسمك اللي هستعمله، انا ممكن استعمل السمك اللي موجود في المنطقه اللي انا فيها. دوت سمك تراوت او بوري حسب ما تسموه. هعمله تتبيلتين، تتبيله جواه وتتبيله من بره. التتبيله دي بيبقى فيها ثوم مفرومه ناعم مع شويه من الملح، شويه على جنب، وبعدين بضيف على الباقي بقيه الخلطه بتاعتي اللي هستعملها. شويه هنا معجون الطماطم والبابريكا وكمون وكزبره، حطوا شطه، اعملوا اللي انتوا حابينه ويكون مناسب لذوقكم. اضيف عليه شويه زيت بس اقلبه شويه او اخليه مبلول شويه، ودوت هخليه يتغلغل في انسجه السمك من بره. يكون شايف طبعا السمك دوت ملوش قش لكن ليه جلد. بفتح الجلد وبحط شويه من الثوم اللي لوحده جوه السمكه من جوه، والثوم الثاني اللي هو اتحط عليه الخلطه وبقى لونه احمر استعمله لبره. جوه بحط شبت، بحط ليمون مقطع حلقات على اساس ان ده هيديله نكهه لطعم السمكه من جوه. اما الجزء اللي بره دوت اللي هو فيه صلصه الطماطم والبابريكا والبهارات الملح والفلفل والكمون والكزبره، دول بحطهم من بره وبدعكم اغطي بيها السمكه كلها، وبكون محافظ على الراس على اساس تبقى ظريفه وشكلها، بس مش محتاج ان انا اتبلها او ابهرها بالخضره دي. وبعد كده ادخل دوت في الفرن، ممكن احط معاه شويه ميه صغيرين لو عايزين تقطعوا بطاطس او تحطوا حاجه تحتيه اعملوا كده، لكن احنا هنقدمه النهارده مع رز الصياديه اللي احنا عاملينه. وانا افضل ان انا اكله في الحاله ديت مع رز، وممكن يبقى فيه خضره جنبيه زي البصل الاخضر او الفجل او اي حاجه انتوا بتحبوها كسلطه بلدي لو حبيتوا، تبقى نوع من انواع الصلصات. بدخله في الفرن وبستعمل كل الميه مع الصلصه اللي انا كنت بستعملها التتبيله، واقدمه مع رز والف هنا وشفا.